عجينة السمبوسك محتاجة كوبايتين من الدقيق، ربع كوباية زيت، كوباية وربع من اللبن الدافي، وممكن نمكسه ما بين اللبن والمية، ورشة ملح. عندي كذا حشوة هنشتغلها مع بعض. حشوة السمبوسك بالخضار، عندي بطاطس ممكن تبقى مسلوقة أو ممكن تبقى مبشورة على حسب ما انتوا حابين، وعندي بسلة وجزر، وعندي كمان بصل مفروم وملح وفلفل وبابريكا، وحشوة السمبوسك بالجبنة والبقدونس، عندي جبنة فيتا أو اسطنبولي أو مثلا جبنة قريش على حسب ما انتوا حابين، جبنة موتزاريلا مبشورة، ممكن برضو شيدر أو رومي، بقدونس، وعندي كمان سمبوسك جبنة بالنعناع، ممكن أي نوع جبنة برضو من اللي احنا قلناه نحط عليه شوية نعناع، ممكن جبنة نحط عليها فلفل مفروم حار لو حابينها تبقى حارة، عندي السمبوسك بالسبانخ، سبانخ، ملح، فلفل، بهارات، ثوم مفروم وبصل مفروم، وحشوة اللحمة بالخضار محتاجة لحمة مفرومة وبسلة وفلفل ألوان وكوسة مبشورة وجزر مبشور. احنا زي ما اتفقنا الحشوات يعني الموضوع مطاطي شوية على حسب ما انتوا بتحبوا، ممكن حاجة تشيلوها، ممكن حاجة تضيفوها، تعملوا حشوة معينة، تعملوا حشوتين على حسب ما انتوا حابين، يعني براحتكم خالص، وهديكم أفكار طول ما احنا شغالين كده تقدروا ان انتوا تعملوها. احنا هنشغل الحشوات كلها مع بعض عشان الوقت عندنا، فهنبدأ ان احنا نشغل حاجة حاجة كده. أول حاجة هحط شوية زيت، تمام، وهبدأ ان انا اشغل اللحمة المفرومة. حط شوية بصل بالشكل ده، اديله كده تشويحة، وابدأ اجيب اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. طبعا من الحاجات اللي بتسهل علينا جدا 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 ان انتوا تجيبوا كيلو لحمة مفرومة وتعصجوه، دي برضو من الحاجات اللي بتسهل علينا جدا، وممكن تزودوا الكمية بتاعت العصاج ببصل بشوية فلفل مفروم، هيبقى برضو مديكوا كمية كويسة جدا، هتفرق معاكوا جدا. يعني هاتوا كيلو وهاتوا مثلا بصلتين ثلاثة كده كبار وافرموهم، وابدأوا ان انتوا شوحوا البصل الاول مع شوية فلفل برضو مفروم، او ممكن تضربوا كده في الكبة فلفلتين رومي مع البصل، وتقوموا مشوحينهم ومنزلين عليهم بكيلو لحمة مفرومة، تمام؟ هيعمل عندكم كمية كبيرة جدا من العصاج، هتحطوا له ملح وفلفل وشوية سنة قرفة وسنة بهار أو كبابة صيني بتبقى حلوة جدا، تمام؟ وبعد كده بتبدأوا لما بتبرد بتقسموه على كذا كيس، بينفع بقى معاكم جدا في صينية مكرونة بشاميل بتطلعي كيس متعصج جاهز، شوية كوسة بشاميل بتطلعي كيس متعصج، صينية جلاش، فالموضوع ده برضو من الحاجات اللي بتسهل جدا عليكم. فهاتوا كده كيلو لحمة مفرومة وعصجوها وقسموها في كيس، ممكن مثلا لو حطيتوا البصلتين مع الفلفلتين الرومي الكبار كده هيعمل معاكم مثلا ممكن 6 كيس، الكيلو هتعمل معاكم مثلا 6 كيس، حجمهم كويس جدا حوالي مثلا 300 جرام أو حاجة، فهيبقوا حلوين قوي للأكلة أو للصينية اللي احنا هنعملها، تمام؟ أهو حجمهم بيزيد وبيبقوا حلوين جدا. هبدأ بقى بعد ما شوحت اللحمة المفرومة مع البصل هبدأ أحط لها شوية فلفل أسود، شوية ملح، وهبدأ بقى إيه أحط لها الخضار، أحط الفلفل الألوان، أحط شوية البسلة. طبعا تقدروا زي ما قلت لكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني شيلوا حاجة أو ضيفوا حاجة براحتكم خالص، مفيش مشكلة خالص، تمام؟ هحط شوية الجزر المبشور، شوية جزر كده مبشور، شوية كوسة مبشورين، دخلهم كده جوه الأكل أهو، وهبدأ بقى إيه أشوح كده كل الكلام ده مع بعض، هيبقى عندي حشوة سمبوسك حلوة جدا من لحمة مفرومة بالخضار طعمها يجنن. اهي خلاص هسيبها بقى تتشوح على النار، والخضار كمان ياخد مع اللحمة كده ويبدأ يدخل في السوى، وتعالوا ندخل على الحشوة اللي بعديها، تمام؟